الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، أيها الفضلاء، فأبدأ الكلام بأن أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذا اللقاء إن شاء الله سيتجدد كل أسبوع في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، إن مد الله في آجالنا. وأقول لإخواني طلبة العلم بأن السعي إلى هذه المجالس والحرص عليها وإنفاق الأوقات والجهود فيها هو صنيع عباد الله المؤمنين. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يباهي بالجالسين فيها ملأه الأعلى، فحري بكل موفق أن يحرص على هذه المجالس غاية الحرص، وأن يعدها سبيلا لنيل الحسنات وتكفير السيئات وحط الخطيئات. وقد شاورت بعض الإخوة في هذا الدرس، هل يكون في تفسير القرآن أم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أم يكون في الفقه العملي أو يكون في بعض مسائل المعتقد. وقد استقر الرأي أخيرا أن يكون هذا الدرس في السنة النبوية، في السنة النبوية، وأن نبدأ بذلك المتن الصغير الذي بارك الله فيه وكتب له القبول، وهو متن الأربعين حديثا النووية التي دونها وجمعها الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه. وفي هذا الدرس أيها الإخوة، أريد أن أقدم بمقدمة تتعلق بأهمية دراسة السنة، لأننا في زمان نعاني فيه من تبديل الدين. هذا الزمان الذي نعيش فيه هناك مؤامرة كونية يقودها الصليبيون واليهود والملاحدة، ويشارك فيها كثير من المنافقين، يريدون أن يبدلوا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرفه المسلمون صغيرهم وكبيرهم وعالمهم وعاميهم، يريدون أن يبدلوا هذا الدين. بعضهم يريد أن يظهر الإسلام كرسالة أخلاقية، رسالة أخلاقية لا علاقة لها بالحلال والحرام. بعض الناس يريد أن يصور رسالة الإسلام على أنها علاقة بين العبد وربه ولا علاقة له بشؤون الحياة المختلفة. وبعض الناس يريد أن يطمس
سيرة سلفنا وقبل ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عمدوا إلى أحد المفاصل المهمة وهي السنة النبوية، تشكيكا وطعنا وإنكارا، تارة بدعوى أن هناك أحاديث مناقضة للعقل، وتارة يقولون بأن السنة ما دونت إلا بعد مئات السنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يطلقون الكلام، وتارة بدعوى أن هذه الروايات لا تخلو من مصلحة لمن رواها، سواء أكان من الصحابة أم ممن بعدهم، يطعنون في رواة السنة جملة، وفي زماننا الآن يركزون على أهم كتاب من كتب السنة، وهو كتاب الجامع الصحيح الذي دونه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمة الله ورضوانه عليه. وهؤلاء أيها الإخوة الكرام تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يزيدنا يقينا أنه رسول الله. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا لا يحل لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها. في هذا الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدمة بأنه عليه الصلاة والسلام أوتي نوعين من الوحي: وحي متلو وهو القرآن الذي نتعبد الله بتلاوته، ولنا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ووحي آخر غير متلو وهي السنة: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومصداق ذلك في كلام ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل ينثني على أريكته شبعان، إنسان شبعان امتلأ بطنه يعاني من التخمة، ثم بعد ذلك هو متكئ على أريكته صنيع البطر الأشل، شبعان، يأتيه الأمر من أمري، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا تحدثونا بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا القرآن، القرآن يكفينا، بيننا وبينكم كتاب الله، هكذا يتكلم وكأنه معظم للقرآن، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام كأن الله قال هذا حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. وهؤلاء الطاعنون في السنة المدعون أنها مناقضة للعقل المنكرون لها المسيئون الأدب معها، إنما يحملهم على ذلك واحد من أربعة أمور:
الأمر الأول الجهل، وأعني بذلك الجهل المركب، الجهل المركب، لأن عندنا الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجاهل البسيط هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا جاهل بسيط. أما الجاهل المركب فهو الذي يجهل ولا يجهل أنه يجهل، يعني لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يدعي العلم. هذا الصنف من الناس ما أكثره في زماننا الآن، كثير منهم يطعن في البخاري، فإذا قلت له من البخاري ما يعرف، فيه كم حديث ما يعرف. هذا البخاري رحمه الله كيف جمع هذه الأحاديث، وفي كم من السنوات دون هذا الجامع الصحيح، متى ولد، أين نشأ، متى مات، ما هي القواعد التي اعتمدها في جمعه لأحاديث صحيحه، لا يعرف من ذلك نقيرا ولا قطميرا، وهو جاهل مركب. هذا الصنف موجود من قديم. الجاحظ يقول: دخلت واسط، واسط بلد من بلاد الشام، قال: وبكرت إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا رجل يقول لآخر: إلزم السنة، فقال له الآخر: وما السنة؟ فقال له: حب أبي بكر بن عفان وعمر الصديق وعثمان الفاروق وعلي ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي شيبان. فقال له: ومن معاوية ابن أبي شيبان؟ قال: هذا رجل صالح من حملة العرش ومن كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته عائشة. فقلت له: أيها الشيخ، والله ما أدري من أيهما أعجب، أمن علمك بالأنساب أم من علمك بالتاريخ؟ قال له: نعم، خذ العلم عن أهله، خذ العلم عن أهله. قال: ورأيت مرة ناسا قد اجتمعوا على شيخ يضربونه، فقلت لهم، قلت لرجل منهم عظيم اللحية: ما ذنبه هذا الرجل، ما ذنبه؟ فقال: يسب أهل الكهف. فقلت له: ومن أهل الكهف؟ قال: أبو بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان، هؤلاء هم أهل الكهف. فسأله رجل، يعني هذا الشيخ عظيم اللحية، آخر يسأله، قال له: أبو بكر خير أم عمر؟ قال: بل عمر. قال له: لماذا؟ قال: لأن أبا بكر لما مات جاء عمر إلى جنازته، فلما مات عمر لم يجئ أبو بكر إلى جنازته. نسأل الله العافية. هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. كثير ممن يطعنون في السنة هم من هذا الصنف، وكما قال أديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: هؤلاء يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر، يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر. فهذا سبب. السبب الثاني أيها الإخوان: التأثر بالمستشرقين وبما يدعون من أسلوب علمي. كثير من الطاعنين في السنة ممن تتلمذ على أساتيذهم المستشرقين، وهؤلاء المستشرقون من هم؟ جماعات من علماء الغرب، يهود ونصارى، تخصصوا في الدراسات الشرقية، درسوا اللغة العربية ودرسوا القرآن ودرسوا السنة من أجل الطعن، من أجل الطعن فيها، وكذبوا كذبا مفضوحا، ونقلوا نقولات مبتورة، وزوروا تزويرا عجيبا. فجاء هؤلاء الجهال تتلمذوا عليهم وتلقفوا تلك الشبهات فاختطفت قلوبهم وازدردوها، نسأل الله العافية. طيب، السبب الثالث أيها الإخوة الكرام:
اتباع الهوى، اتباع الهوى، حب الظهور، حب الشهرة. الواحد منهم يريد أن يشتهر، يريد أن يشار إليه بالبنان، يريد أن يأخذ لقب المفكر الإسلامي. المفكر الإسلامي، هذه الكلمة الآن تحتها يندرج كثير من المكذبين بأشراط الساعة والفتن والملاحم والطاعنين في السنة والمقدمين العقل على النص والهوى على الدين. كل هؤلاء يقال مفكر إسلامي، مفكر إسلامي، مفكر إسلامي، وكمان لو حصل على دال نقطة خلاص هذا ما يستطيع أحد أن يتكلم معه، يقال هذا هو الدكتور، انتهى الكلام. يريد أن يشتهر بأي سبيل، مثل ما حكي عن ذلك الرجل الذي بال في بئر زمزم، فقيل له ما هذا؟ قال من أجل أن أشتهر. يقال فلان هذا الذي بال، قيل له أتشتهر باللعنة؟ قال ولو لعنني الناس مش مشكلة، المهم أن أشتهر. هذا سبب ثالث أيها الإخوة الكرام. ثم سبب رابع من هذه الأسباب التي تحمل على التكذيب بالسنة والطعن فيها والطنطنة حول ثبوتها، أن هؤلاء يعتنقون أفكارا إلحادية، لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنة، ودينهم فيه دخن، لكنهم يتخذون الطعن في السنة مطية للوصول إلى غرضهم. وإلا هم بعدما يطعنون في السنة سيطعنون في القرآن، لكنهم يسيرون درجة درجة كصنيع المنافقين الأولين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أيها الناس، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فقالوا: أما تنظرون؟ إنه يريد أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم. فهؤلاء يطعنون في السنة من أجل أن يخفوا حقيقة أمرهم. هم ما يستطيعون أن يقولوا للناس: نحن لا نؤمن بالله ولا باليوم الآخر، نحن لا نؤمن بقرآن ولا بسنة، لا، وإنما هم يتدرجون. تارة يقولون: نحن نؤمن بالسنة العملية، أما السنة القولية فلا. وتارة يقولون: نحن نؤمن بالسنة المتواترة، أما أخبار الآحاد فلا. وتارة يقولون: أنى لنا أن نثبت أن هذه الأحاديث صحيحة. هكذا في كل مرة يتلونون. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، فإنني أقول أول النقاط التي ينبغي أن ندونها وأن نحفظها وأن نعض عليها، أن الله جل جلاله قد عظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتجدون في ذلك عشرات الآيات المعظمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم سببا للحصول على محبته. أين نجد ذلك؟ أيوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. جعل الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وسيلة لنيل محبته. ثانيا، جعل الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع طاعته سببا لنيل رحمته. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثالثا، قرن الله
طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، وجعل هذه شرطا لتلك، فقال جل من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رابعا، أمرنا ربنا جل جلاله أن نطيع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خامسا، الله جل جلاله بيّن أن مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم بيان هذا القرآن وما فيه من العقائد والأحكام والقصص والأمثال، فقال جل من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم سادسا، الله جل جلاله بيّن أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحكم عند الاختلاف، هو الحكم عند حصول الخلاف، فقال جل من قائل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم سابعا، الله جل جلاله نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنا، الله جل جلاله بيّن أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لنزول العذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم تاسعا، الله جل جلاله أخبر أن ليس لنا أنه ليس لنا خيار في أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نطيعه، بل أنت ملزم، فقال جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ما عندك خيار تقول أنا أطيع أو لا أطيع، ألتزم بأمره أو لا ألتزم، بل أنت ملزم بكونك مؤمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وبين ربنا جل جلاله بأن الإعراض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ديدن أهل النفاق، قال جل من قائل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وقال جل من قائل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو حال المنافقين، يصدون عنك صدودا. هذه كلها آيات من القرآن أيها الإخوة الكرام تبين أنه ليس لنا خيار، والله جل جلاله بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم، فقال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بنص القرآن،
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا فهما صحيحا واضحا، وهذه هي النقطة الثانية في هذا الدرس. نقول كيف كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان اتباعهم لسنته؟ كانوا يصلون بصلاته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكانوا يأتسون به في منسكه في الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 9 سنين لم يحج، فلما كان العام العاشر أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل فعله إلى آخر الحديث المعروف في صحيح مسلم، حديث جابر قدم المدينة نفر كثير، لماذا؟ كلهم يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم يريد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين الصحابة حجاب، كانوا يخالطونه في المسجد، وكانوا يخالطونه في السوق، وكانوا يخالطونه في السفر والحضر، في السلم والحرب، بل بلغ من عناية الصحابة بالاقتداء والائتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقتدون به دون أن يسألوه عن الحكمة عن السر، يصنعون مثل ما يصنع. ولذلك الحديث في الصحيح أن رسول الله، حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، كان يتحلى بخاتم من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيم الذهب، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذه، فنبذ وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الصحابة خواتيمهم، اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، في مرة كان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة قال لهم ما بالكم قد خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. وأبلغ من ذلك أيها الإخوة الكرام، لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بشر بن البراء قد دعته إلى طعام، فحضر وقت الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة، وبينما هو في الصلاة وقد استقبل بيت المقدس، لأنه عليه الصلاة والسلام تعرفون بعد الهجرة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، فكان في تلك الصلاة مستقبلا بيت المقدس، فنزل قول ربنا جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتعرفون بيت المقدس إلى الشمال من المدينة، والمسجد الحرام إلى الجنوب من المدينة،
فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستدار الصحابة من خلفه. يعني الآن تصوروا إمامنا هاهنا، ثم بعد ذلك إمامنا استدار الناحية الأخرى ونحن من ورائه، استقبلنا جهة عكس الجهة التي كنا نستقبلها، طاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.